السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم أو مساءكم بكل خير، وزادكم الله سعادة إن شاء الله إذا كان ببيتكم أو بمنزلكم أو بحارتكم وأي مكان تعيشون فيه شجرة. فالشجرة نعمها كثيرة لا تعد ولا تحصى، فبفضلها نقطف ثمارها ونستنشق الأكسجين بفضلها، وكذلك نستظل تحتها. إذا خرجت قلمي وأريد أن أعبر وأن أكتب عن الشجرة فأكيد لن أستطيع أن أوفي حقها، فللشجرة مزايا وخيرات كثيرة ومتنوعة، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يذكر كل الخيرات التي نتمتع بفضل الشجرة. إذا قلنا الشجرة فشجرة هي الحياة، هي السعادة، هي التي تعطينا كل شيء فوق هذه الأرض الطيبة المباركة في كل مكان. فالشجرة رمز فعل للحياة، وكذلك بفضل خضرتها وبفضل خيراتها فهي أيضا ترمز إلى السلام. هل تعلمون أن 16 من شهر ماي في كل سنة هو اليوم العالمي أو الدولي للسلام، والشجرة هي رمز لهذا الموعد الدولي للسلام. إذن احتفاء بهذا اليوم الدولي أو العالمي للسلام، والشجرة هي مباركة وخير رمز لذلك. الشجرة كما تعلمون فهي وصفت في كل الديانات بكل خير وبكل بركة، وخذ على ذلك في القرآن الكريم، فقد الله ضرب بها عدة أمثال: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وكذلك ضرب لنا بها مثلا حول الشجرة أو الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، إلى غير ذلك من الأمثلة والأحاديث النبوية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحدكم بيده فسيلة ويعلم أن غدا سوف تقوم القيامة فليغرسها. إذن فالشجرة كلها خير وكلها بركات. بفضل أو بمناسبة هذا اليوم الدولي العالمي الجديد، والتي بفضله نفتخر أن بفضل الجزائر التي ساهمت وألحت في منظمة الأمم المتحدة من أجل أن يرسى هذا اليوم العالمي للسلام بمناسبة الاحتفال بالشجرة. الشجرة نحتفل بها تقريبا طوال السنة، ولكن نتذكر خاصة في الربيع. كما تلاحظون نحن هنا في شمال أمريكا الشمالية، نحن في بداية شهر ماي ومقبلون على الربيع. كما تلاحظون حتى أوراق الأشجار لم تخرج كلها بعد. يمكن لكل واحد منا أن يتمنى أو يقوم بغرس شجرة، لما لا، ويهديها لأعز مخلوق لديه في كل الأرض قد افتقده، ربما أباه، ربما أمه، ربما أخاه، أخته، صديق له. أكيد كل واحد منا فقد عزيزا عليه. إذن الشجرة كل واحد منا يحاول أن يقوم بجهد بسيط ويحاول أن يغرس الشجرة أو يحث على غرسها أو يساهم أو يساعد حتى على سقيها إذا كانت هناك شجرة مغروسة ما. أنا مثلا اخترت هذه الشجرة موجودة هنا، وأنوي بداخلي أنها شجرة باسم أعز مخلوق افتقدته منذ عدة سنوات، وهو أبي رحمه الله، وقد سميتها شجرة الحاج معطلة ابن الطاهر السلاوي. وكذلك أتمنى لأصدقائي هناك في الجزائر وبالضبط في ولاية أضرار أن يقوموا بغرس شجرة على نفس الاسم الموجودة هنا بمونريال باسم أبي الحاج معطلة السلاوي ابن الطاهر
رحمه الله، وليفعل كل واحد منكم نفس الشيء ويتمنى، وعندما تكبر هذه الشجرة يكبر خيراتها وتكون صدقة جارية على المتوفى. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والشجرة نحافظ عليها وتكون بخير خير، وكل الأرض إن شاء الله تكون خضراء بالسلام، خضراء بالطمأنينة، بالأمن والأمان علينا وعليكم ولكل شعوب العالم جمعاء. إذن شكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق أينما كنتم وفي كل مكان، في الجزائر، في إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل مكان. فهي الشجرة كذلك قد نستطيع أن نقول أنها كسفير، سفيرة السلام الأبدية في كل الأوقات وفي كل الأزمنة. حدثكم هكذا على عجالة ودون تحضير أي شيء من إحدى الأحياء بمدينة موريال بكندا. سليم سلاوي ورماك، سلام.